اللهم وفق المعتمرين، اللهم تقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام، والمصلين والركع السجود والمسافرين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وشاهده وأمن على دعائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو تقصير أو سهو أو نسيان يا ذا الجلال والإكرام. وأعدنا لهذا المكان المبارك ولهذه الليالي الشريفة ولهذه المواسم العظيمة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا وولاة أمرنا بخير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجزه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا